القوسين ورجعوا الموضوع ديالنا اللي هو المبيانات. اذا قلنا بالنسبه للمبيانات اللي تنخدموا عليهم حنا، المبيانات اللي مطلوبه منكم في الثانوي التاهيلي وفي الاعدادي، في الثالثه اعدادي، في الاولى بكالوريا، في الجيد عن مشترك، في الثانيه بكالوريا، مطلوبه منا ثلاثه ديال الانواع المبيانات. شنو هما؟ مطلوب منا نكونوا كنعرفوا انجاز المبيان بالمنحنى، ومطلوب منا نكونوا كنعرفوا انجاز المبيان بالاعمده، ومطلوب منا نكونوا كنعرفوا انجاز المبيان القطاعي اللي هو الدائره او نصف دائره، دائره ولا نصف دائره. هادو مطلوبين منا ثلاثه نكونوا كنعرفوهم، ثلاثه ديال المبيانات مطالبين. ملي تنقولوا المبيان بالمنحنى، كاين اللي ما كيعرفش كيعني منحنى. المنحنى تيكون داير بحال هذا الشكل هكا، يعني كيكون فيه اورفس اورتوب وكيكون افصول، وكنديروا نقاط وفي التالي كنربطوا ما بين النقاط بواسطه خط. بليت هذا هو المنحنى. كاين اللي كيسمي له اعمده، كاين اللي كيسميه اشرطه، كاين اللي كيسميه اعمده، كاين اللي كيقول له عصي، كيكون المهم نفس الطريقه. تيكون حتى هو فيه ارتوب ومحور ديال الافاصيل، وكنرسمو وكيكون مدرج بطبيعه الحال هذا وهذا، وكنرسمو على شكل اعمده بحال هذا الشكل. وبالنسبه للمبيان اللي قطاعي، تيكون على شكل دائره او نصف دائره. اما تنديرو على شكل دائره وتنقسموها الى قطاعات، اما تيكون على شكل نصف دائره وتنقسموها الى حتى هي قطاعات. حنا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا فوقاش نختاروا كل واحد من هذه النواع بثلاثه، وكيفاش نصوبوه. يلا، اذا هذه الاولى. خصنا دابا الاسئله اللي مطلوبه منا نجاوبوا عليها. الاسئله شنو خصنا نديروا بما ان عندنا هاد الثلاثه؟ اولا السؤال الاول اللي خصنا نجاوبوا عليه، متى او كيف اختار المبيان المناسب؟ ملي يقولوا لي اعطوني معطيات احصائيه ويقولوا لي حول مثلا هذا الجدول، يقولوا لي حول هذا الجدول الى مبيان مناسب، خصني غير نشوف الجدول نعرف شنو هو المبيان المناسب. هذا اي مبيان غير تشوفه خصك تعرف. اذا خصنا نتعلموا كيفاش نختاروا المبيان المناسب استنادا الى نوع المعطيات. نوع المعطيات حنا غادي نخدموه. ثاني حاجه، بعد ما تعرف المبيان المناسب، ثاني حاجه خصك هو ما هي خطوات الانجاز. شنو هي الخطوات ديال الانجاز؟ اختاريتي المبيان بالمنحنى، اش قد تفرج فيه، ولا اختاريتي قطاعي تقد تفرج، خصك تبدا. شنو غادي تبدا؟ ما تبقاش تدخل وتخرج من هنا وتبقى تخربق، خصك يكون عندك واحد الخطه ديال الانجاز. ها الخط الاولى شنو كندير؟ ها الطاب الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه، ساليت ثلاثه النقاط ديالو ناخذها. ثم من بعد غادي نديرو ان شاء الله تطبيقات. من بعد ما نعرفوا خطوات الانجاز، ننجز ثالث حاجه نديرو تطبيقات على هادشي اللي قلنا. تطبيقات على المبيان المناسب، وتطبيقات على خطوات الانجاز حتى نرسموا المبيان ناضي كناضي. ونبداو على بركه الله. السؤال الاول، كيف اختار المبيان المناسب؟ كيف اختار المبيان المناسب؟ نبداو بالمنحنى. غادي نهضروا على الاول حاجه هو المبيان بالمنحنى. المبيان بالمنحنى بطبيعه الحال غادي نحط لكم ها شنو كاين ها شنو كاين. الا كانت هذه القضيه وهذه اختاروا، ما كانت شيء حيدوا. المبيان بالمنحنى كنختاروه الا توفرات جوج ديال الشروط فقط. فوقاش كتختار المبيان بالمنحنى؟ الا توفرات جوج ديال الشروط. شنو هما المعطيات؟ في حالة المعطيات التطورية المنتظمة. صافي، يعني شرط واحد، شرط فيه جوج ديال المعايير.
المعيار الاول تكون المعطيات التطوريه، المعيار الثاني تكون منتظمه. الا توفروا هادو بجوج كنفكر في المنحنى، الا ما توفروش كنزول المنحنى من راسي. كاين اللي كيقول شنو هي المعطيات التطوريه، نعطيكم مثال. المعطيات التطوريه هو معطيات فيها السنوات بحال هذه، يعني شي حاجه حيت تلقى جدول فيه السنوات وما تكونش تقل على 3 ولا 4 السنوات الفوق، هذيك تطوريه، يعني ماشي ثابته. تطوريه باش نعرفوا كتطور انت، الا بغينا نعرفوا تطور انت نشوفوا كيفاش كنتي داك العام وكيفاش كنتي العام اللي قبل منه واللي قبل منه، ونتبعوك نتبعوك في 2020 وفي 2021 مثلا. اللي بغينا نتبعوا التطور ديالك مثلا في الجسد ديالك، واش كبرتي ولا ما كبرتيش، في الفلوس ديالك واش تطورتي ماديا ولا لا، يعني الوضعيه العائليه ديالك خصنا نشوفوا قبل نشوفوا من بعد. وباش نعرفوا هادشي كيكون عبر السنوات، هذه السنوات هي اللي كتبين لنا واش الحاجه كاين فيها تطور ولا ما كاينش. صافي، اذا 2001 2002 2003 2004 2005 2006 هذه تطوريه، ولا 2000 2015 2020 2070، المهم كاينين واحد السنوات. بحال هذا الجدول ما فيهش سنوات، اذا فهذا ما كاينش تطور، اذا المنحنى طار من الراس. اذا خصنا يكون عندنا اول حاجه معطيات تطوريه، وثاني حاجه تكون منظمه. كيفاش منظمه؟ يعني كنمشيو تقريبا بنفس العبار، يعني بنفس من سنه لسنه بنفس المده. مثلا من 2001 ل 2002 مشينا بعام، من 2002 ل 2003 مشينا بعام، من 2003 ل 2004 مشينا بعام، وحنا غاديين بعام. يعني ممكن نكونوا كنمشيو بعام من سنه لسنه، ولا بعامين، ولا بخمس سنين، ولا بعشر سنين، المهم يكون واحد التوازن. ممكن حتى الا ما كانش واحد التنظيم 100%، مثلا مره نمشيو بثلاث سنين، مره اربع سنين، مره ثلاث سنين، مره خمس سنين، مره اربع سنين، هذا ماشي مشكل، لان حتى هادو راه قربوا يتنظموا. ولكن الا لقيتي السنه الاولى 2000 والسنه الثانيه 2001 والثانيه والثالثه 2002 والرابعه 2015 والخامسه 2030 والسادسه 2070، هذا ما منظمش، ما تفكرش فيه. اذا جوج شروط، الا توفروا كنختاروا المنحنى، ما تفروش كنزولوه من دماغنا، ما كنفكروش به في مره. اذا الشرط الاول تكون معطيات تطوريه، الشرط الثاني تكون منتظمه، ما تفروش كيتلغى. اذا كان مفهوم طابيو اه، يلا وركزوا معايا لان هادشي بحال بحال الماط. اذا كان مفهوم طابيو اه، يلا بسرعه بسرعه. هذه الحاله الوحيده فين كيتمثل هذا، الا ما كانش ما كيتمثلش. هذه المبيان بالمنحنى، مزيان مفهوم، برافو. نمشيو غير دقة دقة، مزيان. ندوزو للمبيان الثاني، هو المبيان القطاعي، حتى هو جوج شروط فقط. في حالة نمثله، في حالة كاين اللي تيقول لي النسب المئوية، ماشي ضروري يكونوا نسب مئوية، ما عندنا غرض بالنسب المئوية. نمثله في حالة المعطيات الثابتة، يعني ما كانش تطورية، ثابتة ها واحد، والمتجانسة ها جوج، يعني تكون المعطيات ثابتة ومتجانسة فقط. شنو هي معطيات؟ دابا خصكم تعرفوا واش نخليو بيناتهم واحد سنتيم. حسنا خليك من شحال تخلي بيناتهم، دابا مازال ما دزناش لطريقة الإنجاز. ديك الساعة كي ندوزو لطريقة الإنجاز غادي نشوفو شحال نخليه، واش سنتيم، واش جوج، واش ثلاثة، المقياس كيفاش نديرولو. خليك من داك الشي دابا، دابا تنهضرو إلا جيتي الامتحان وقالوا لك حول هاد الجدول إلى مبيان مناسب، كي خصك تشوف معطيات التطور ولا ثابتة، ثم إلا كتطور واش منظمة واش ما منظماش، ثم إلا ثابتة واش متجانسة واش ماشي متجانسة، وكتبقى
تري فاش كتختار عاد ديك الساعات نفكروا واش بسنتيم واش بجوج واش بثلاثة واش نبغينا، لأن في بعض الأحيان في الامتحان تيقولك حول الجدول إلى مبيان مناسب، في بعض الأحيان لينا تيقولك حول الجدول إلى مبيان بالأعمدة ولا مبيان بقطاعي ولا مبيان بالمنحنى، وفي أحيان أخرى تيقول لك حول الجدول إلى مبيان مناسب وصافي، تيقول حتى شي حاجة هي مبيان مناسب. احنا غادي نشوفوا الشرط الثاني، يلا مازال ما شرحناش متجانسة ومازال ما شرحناش ثابتة، صافي نمشيو مزيان. إذا المبيان القطاعي فوقاش كنمثلوه؟ نمثله في حالة المعطيات الثابتة والمتجانسة. ثابتة هي كانت في واحد الوقت واحد، ما عرفناش شنو كان قبل، بحال دابا انت مثلا جبتي في هذا الفرد في 2000 و 23 جبتي في الامتحان 15، واش كتطور ولا ما كتطورش ما عرفناش. حنا قلنا 2023 التلميذ الفلاني جاب 15، ما عرفناش شحال كان جاب قبل في 2022 وشحال جاب في 2021، ما عرفناش واش تطور ولا نقص ولا زاد. اذا هو داك المعطى ثابت. اذا شنو هو المعطى الثابت؟ المعطى الثابت هو اللي تيكون في نفس السنه. مثلا نلاحظ نصيب القوى الاقتصاديه الكبرى من صادرات وواردات المواد المصنعه عالميا سنه 2017. الاتحاد الاوروبي ها شحال كان عندهم الصادرات وشحال كان عندهم الواردات في 2017. الامريكان شحال كان عندهم الصادرات وشحال كان عندهم الواردات. الصين شحال كان عندهم الصادرات والواردات. اليابان شحال كانت الصادرات شحال الواردات في الفوقاش في 2017. واش كتطور المعطيات هنا ولا ما كتطورش؟ ما عرفنا واش كتزيد ولا كتنقص. علاش؟ حيت ما عندناش السنه قبل وما عندناش السنه بس بعد، عندنا معطى في سنه واحده، يعني معطى ثابت. اذا باش تحيد تسمع المعطى الثابت، هذا هو المعطى الثابت، هو اللي ما فيهش شي حاجه كتزيد ولا كتنقص، واقفه ديال ديك العام بوحدو. مفهوم شنو هو المعطى الثابت دابا؟ اذا مفهوم طبيو. عاد ندوز للمتجانس، يلا وسرعوا شو لعبوا معايا خفيف يلا بسرعه باش ندوز للتطبيقات. لا هذا كنهضر دابا على المعطى الثابت ماشي معطى واحد، يقدر يكون جوج معطيات، يكونوا 3 نسرين 4 10 ما كيهمناش، المهم هو انه ثابت في نفس السنه، يعني ما كاينش فيه جدول فيه سنوات. الجدول ما تتكونش فيه سنوات، المعطى الثابت هو معطى ما فيهش جدول ما فيهش سنوات، هذا هو معطى ثابت. معطى ثابت هو الجدول ما كيكونش فيه سنوات، صافي. هذا ما فيهش سنوات، هذا ما فيهش سنوات، يعني ما كاينش تطور. مزيان. ثم بقات لنا الشرط الثاني، يكونوا متجانسين. شنو هي متجانسة؟ كينتميو لنفس الحاجة. مثلا نقولوا مثلا متجانسة اش كتعني؟ مثلا نقولوا التلاميذ في المغرب، التلاميذ في المغرب فيهم الابتدائي تلاميذ التلاميذ، مثلا تلاميذ كيساويو ولا كيساوي فيهم ابتدائي إعدادي تأهيلي، كينقسمو لثلاثة ولكن كلهم كينتميو للجسم التلاميذي، كلهم تلاميذ، تلاميذ إبتدائي إعدادي تأهيلي، كيمثلو نفس الحاجة. أولا نقولو مثلا منتوجات الفلاحية في المغرب أو المنتوجات الزراعية في المغرب، كاملين منتوجات زراعية، القمح، الذرة، الأرز، الشعير مثلا، ولا إنتاج الحبوب في المغرب في 2000 ولا 2023. يعني بحال قلتي خبزة، واحد الخبزة عندك وكتقسمها لأجزاء، خبزة كتعطي لها هذا النص هذا الربع، هي نفس هي خبزة وحدة، هي دائرة وحدة، جسم واحد، وكينقسم إلى تلامذ ابتدائي إعدادي تأهيلي، أو إلا فلاحة أو منتوجات زراعية، ولا حبوب قمح ذرة شعير، يعني كينتميو نفس الحاجة، صافي. هذه هو المتجانس.
وباش كاع ما تكثروش الهضره بزاف عليكم كتكون خانه وحده في هذا الجدول. مثلا هذا نصيب القوى الاقتصاديه نديرو من الصادرات، ها القوى الاقتصاديه ها الصادرات ديالو، يعني كاملين هذه القوى الاقتصاديه كنهضروا على حاجه واحده اللي هي الصادرات، نفس الفاصيله نفس الحاجه الصادرات، صافي الصادرات ها انت، ومقسمه بحال قلنا الصادرات هي الخبزه ومقسمه الى اجزاء، طريف الاتحاد الاوروبي طريف الامريكان طريف الصين طريف اليابان، هذه هي متجانسه. الا درنا هذا الجدول هكا ما بقاش متجانس، راه ولا جوج حوايج، ولات الصادرات والواردات، ما كاين حتى مش نفس الحاجه، هذه صادرات بوحدها وهذه واردات بوحدها، واردات بوحدها. الا بغيتي تمثل هذا في دائره خصك دير لهذا دائره وهذا دائره، لان هادو معطيات ماشي متجانسه، هاد الخانه مع هاد الخانه خصهم يكونوا كاملين كينتميو لنفس الحاجه. اذا المعطيات الثابته معروفه والمتجانسه كيكون الجدول فيه خانه واحده، بحال هاد الحاله مثلا هنا نوريكم هاد الجداول، هادو هاد الجدول هذا نصيب القوى الاقتصاديه الكبرى من صادرات المواد المصنعه عالميا، كلهم ها القوى الاقتصاديه وكلهم عنده واحد النسبه ولا واحد النصيب من الصادرات كينتميو لنفس الحاجه. ولا توزيع الاستثمارات اليابان المباشر بالخارج سنه 2002، ها هما دو الدول وكل وحده والنصيب ديالها، صافي. اذا مفهوم شنو هو ثابت ومتجانس، اذا كان عندك جدول فيه ثابت ومتجانس يمكن لك تفكر في القطاعين. ندوزو للحاله الثالثه، راه ما كثرتش عليكم، هذه جوج الحالات جوج ديال يعني الشروط او معايير، حتى هذه جوج ديال الشروط، الا توفروا جوج شروط بجوج نديروه، ما توفروش ما نديروش. المعطى المنحنى اذا توفروا التطور المنتظم نديروه، ما توفرش ما نديروش. وهذا الطبيو القطاعي هو الدائره ولا النصف دائره هو قطاعي. ثم بقى لنا المبيان بالاعمده، هذا المبيان بالاعمده صالح لبزاف د الحويجات، نختاره في حالة المعطيات الثابتة، يعني المعطيات الثابتة يتمثلو به، والتطورية سواء كانت المعطيات الثابتة أو التطورية إصلاح لها إصلاح لها، والتي تهدف الى المقارنه، وفي الغالب كنمثلوه في الحاجه اللي كيكون الهدف منها هو المقارنه. ها كنمثلوه في حاله المعطيات الثابته، يعني هو صالح لهاد المعطيات اللي كاينين في المنحنى صالح لهم حتى الاعمده، يعني ثابته واخا تكون ما منظماش. المبيان بالمنحنى تيختار تيقول لك خصها تكون تطوري، عفوا المعطيات المنحنى المنحنى تيقول لك خصها تكون معطيات تطوريه ومنظمه، الاعمده تيقول لك هي تكون تطوريه ما عنده غرض في التنظيم. ها انتم ثم الاعمده تيقول لك المعطيات الثابته نمثلوها بالاعمده، ماشي ضروري تكون متجانسه كما هو في القطاع، يعني جميع المعطيات الثابته وجميع المعطيات التطوريه ثابته سواء كانت منتظمه او غير منتظمه، والمعطيات التطوريه سواء كانت متجانسه او غير متجانسه يصلح لها الاعمده، وخاصه ملي تيكون الهدف منها المقارنه. يعني انت باش ما تدوخش، نتوما باش ما تدوخوش كاملين، شنو كتقلب المعطيات التطوريه منتظمه يصلح لها المنحنى، ما يصلحش حيدو في راسك. ثم كتشوف المعطيات الثابته متجانسه يصلح لها القطاعي، ما كاينش حيدها في راسك. الا حيدت هادو في جوج فراسك داكشي اللي بقى ديرو بالاعمده وهني راسك، يعني الاعمده صالحه لبزاف د الحالات بدون شروط، بدون شروط غير تيكون هو انسب في حالات اذا كانت مقارنه تيكون افضل. اما هادو حتى الا كانت تطوريه منتظمه عندي الحق نمثلهم بالاعمده، حتى الا كانت ثابته ومتجانسه عندي الحق نمثلهم بالاعمده، وبالتالي في الاعمده كيصلح لمختلف المعطيات غير يكون انسب مبيان في حاله اذا كان الهدف هو المقارنه. نديرو التطبيق باش نشوفو اش تقولوا لي. هذا
يلا الشرف نديرو التطبيق دابا باش الاختيار المبيعي المناسب. عاد ندوزو للتمثيل. هذا الجدول هذا كيهضر على قيمة صادرات وواردات بعض القوى الاقتصادية في العالم سنة 2021 بمليار دولار. ما هو أنسب مبيعات لهذا؟ اختاروا انتوما بجوج. شوف هذا صرح الأولى باق، الثانية باق، الكاتريام كلشي صرح له هذا اللايف. هذا شنو هو المبيع اللي يناسبه؟ هذا شنو هو المبيع اللي يناسبه؟ يلا بسرعة 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 بسرعة، شكون هو المبيع اللي يناسب لنا هذا الجدول؟ ولا الاختيارات اللي عندك ماشي ضروري يكون الواحد، الا لقيتي بان هذا الجدول تصلح له جوج ولا ثلاثه قولها لي، وديك الساعه عاد نشوفوا الانسب فيهم. كاين اللي قال المنحنى، ناديه قالت المنحنى، صوفي، فلور، الاعمده، انيسه قالت القطاعي والاعمده، ام قالت الاعمده، امة الله عفوا استغفر الله قالت القطاعي، خالد مبيان بالأعمدة، الله يعطيكم خبز وفرماج. هادو الناس اللي تيقولوا لي القطاعي، فين جبتي هاد القطاعي يا ولدي؟ تنقولوا القطاعي واش توفرت الشروط اللي قالوا القطاعي؟ فين هي المعطيات المتجانسة هنايا؟ هي ثابتة، كاينة ثابتة، برافو، الشرط الأول تحقق، معطيات ثابتة، ولكن فين هو التجانس؟ هذا عندك خانة هنا وهادي خانة، تنقولوا إلا كانت خانة وحدة انت عندك جوج الخانات، علاش كتفكر في القطاعي؟ ما صالحش القطاعي اللي قالوا القطاعي، حيدوه من دماغكم، لان ما توفرش الشرط ديال التجانس، وما توفرش الشرط ديال التجانس لا غير متوفر. ها واحد. كاين الناس اللي قالوا المنحنى، واولاد اللي قلتوا المنحنى، واش الشرفه؟ فين هو هاد السنوات هنايا؟ فين هو التطور؟ ما توفرش حتى الشرط الاول ديال التطور باش تقول لي المنحنى، ما توفرش. ما كاينش الشرط ديال التطور هنا، فين هو؟ فين التطور ديال باش ترسم بالمنحنى؟ إذا الأنسب هنا هو الأعمدة فقط، جوج خانة ما يصلح غير الأعمدة فقط. زيدوا هذا، يلا الشرفة، يلا هذا إلا قال لكم حول هذا الجدول إلى مبيان مناسي، أشنو تختاروا؟ قربكم الجدول شوية، ها هو ده، شنو تختار الشريف؟ يلا هذا قالوا لك حول هذا الجدول الى مبيان مناسب، شنو هما المبيانات المناسبه لهذا الجدول الثاني؟ هذا نعم نسمت امل، خاصها تكون هي خانه وحده. هذا شنو هو الانسب؟ ولا انت الا قالوا لكم مثل المبيان المناسب، شنو هما المبيانات اللي ممكن يصلحوا، ماشي الانسب كاع 100%، ولكن اللي ممكن يصلحوا لك، لان في بعض الاحيان تيكون الانسب شيء واللي يصلح شيء اخر. ممكن هذا نقول يصلحوا له مثلا جوج الانواع، الانسب فيهم هو مثلا نقول المنحنى ولا الاعمده ولا كذا، ولكن حتى اللي مثلوا بحاجه اخرى يمكن صحيح، بحال السنه الماضيه طلبوا لهم في الامتحان الوطني حول الجدول الى مبيان مناسب، ف كاين اللي دار بالمنحنى وكاين اللي دار بالاعمده وبجوجهم صحاحين. ايوا مزيان فاطمه، مزيان قالوا المنحنى وكاين حتى الاعمده، حتى الاعمده يصلح، علاش؟ لان الشرط كاين، المعطيات التطوريه كيصلحوا للاعمده، المعطيات التطوريه المنتظمه كيصلحوا للمنحنى، المعطيات التطوريه تكون منتظمه ولا غير منتظمه يمكن نبكاها بالاعمده. وبالتالي هنا عندك جوج اختيارات، اما دير الاعمده ولا المنحنى، ولكن الانسب مثلا حيت يكونوا منتظمين السنوات هو دير المنحنى. هذا اشنو يصلح له؟ يلا اشرف. هذا فيه نصيب القوى الاقتصاديه الكبرى من صادرات وواردات المواد المصنعه عالميا سنه 2017، شنو يصلح له؟ هذا الثالث قالوا لك حول هذا الجدول الى مبيان مناسب، هذا بسرعه بسرعه، شنو هو الانسب؟ هذا سالينا الثاني، هذا
الناس هذا 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 قلبوا مزيان، شوفوا مزيان اش مكتوب لكم هنا. الله الله، أنيسة وأم مروة ومريومة وأم أم والخضار، فين جبتو هادشي؟ أشنو هما الشروط اللي قلت لكم ديال القطاعي؟ آه مريومة، فين هي هاد القطاعي؟ الله يعطيكم الستر. نصف دائرة، علاش علاش هنايا هنا المنحنى ما كاينش مزيان، لان المعطيات لا تتطور. ها واحد، اذا المنحنى طاع مروما، علاش علاش القطاعي؟ فين جبتو القطاعي؟ امه الله اشرف، فين جبتو لنا القطاعي؟ علاش القطاعي؟ هي حيت نتوما بنيتو خضر ولا احمر، الاول بالاعمده، الثاني بالمنحنى، هذه كل القطاعي. الا شنو هما الشروط اللي قلت لك باش تختار القطاعي؟ الشروط باش تختار القطاعي، الا بغيت دير القطاع خصك تمثل هذا في دائره وهذا في دائره. احنا خصنا هذا معطيات كاملين يتمثلوا في مبيان واحد ماشي في جوج. هذا الجدول كله خصو يتمثل في مبيان واحد. الا بغيت تمثلوا في قيد دائره خصك دير لهاد الصادره الدائره وهذه والده الدائره، ما يصلحش. اذا ما بقات لنا حتى الى حيدنا القطاع تبقى الاعمده بوحدها. هذا صرح له غير الاعمده. راه قلنا القطاع الشروط ديالو، ها الشرفه ما كتحفظوش، كتبوه كتبوه، اللي ما حافظش يكتبها صور سكرينات. قلت لك الشرط ثابت، هذا ثابت مزيان. الشرط الثاني متجانس غير متوفر هنا، حطا كسو معنا شويه الله يعطيكم الستر. هذا هذا الجدول هذا خصنا نحيدو ليه واحد اللعيبه هذه. هذا انا غطيو عليكم هذا هذا الجدول هذا 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 الجدول هذا الجدول هذا كيهضر على توزيع الاستثمارات باليابان، استثمارات اليابان المباشر بالخارج سنة 2002، توزيع استثمارات ديال اليابان، فين مفرقة الاستثمارات ديال اليابان، آسيا شحال عندها واخدة محل استثمارات اليابان، أمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية، الاتحاد الأوروبي، باقي مناطق العالم، كل وحدة وشحال واخدة. وقالوا لنا هذا الجدول حوله إلى مبيان مناسب. شنو المبيانات المناسبة اللي يمكن لك أنت تختارهم؟ عادي يمكن لك تشوف الانسب مثلا، واش صالح واحد، واش صالحين بجوج، واش صالحين بثلاثه. الجوره قلت لك القطاعي هو تيكون على شكل دائره ولا نصف دائره. احنا غادي نشوفوا التطبيق، مازال ما شفناش، حنا تنقولوا دابا غير فوقاش نختاروا كل واحد فيهم. ايوا دابا برافو ديالكم، هذه معطيات ثابته واحد ممتاز، ومعطيات متجانسه برافو، إذا صالح لها القطاعي، ولكن إصلاح لها أيضا حتى الأعمدة. علاش أنت غادي تعذب راسك إلا ما قالوكش القطاعي؟ هادو صالحين ليه؟ صالحين بجوج، صالح القطاعي وصالح الأعمدة، بجوج صالح. هذا معطى ثابت ها واحد، ومعطى متجانس. هاد المعطيات الثابتة متجانسة ولا غير متجانسة، القطاع الأعمدة غير كيتوفر الشرط ديال الثبات، معطيات ثابتة نديروه، يمكننا نديروه. كي توفر الشرط ديال التطور اي حاجه يمكننا نديرو. هذا فيه ثابته ومتجانسه، يمكن لي الانسب نديرو هو بالقطاعي، ولكن حتى الاعمده صالح. انتوما جبتوا لهاد الخطوه الاولى، برافو ديالكم. ندوزو دابا الطريقات الانجاز، نديرو ثانيا خطوات الانجاز. وفي هذه الحصه ان شاء الله غادي نهضر على المنحنى والاعمده، هما اللي غادي نهضر لكم على الخطوات ديال الانجاز ديالو، خطوات انجاز مبيان بالمنحنى وخطوات انجاز مبيان بالاعمده. صافي، اذا شنو هما الخطوات ديال الانجاز؟ بغيتي تنجز، بغيتي ترسم منحنى، بغيتي ترسم اعمده، ما كتجيش وترسم في الورقه
ها اوف سول اورتوب. لا خطا. كاين شحال من واحد دابا تيشط زربان على المسطره وقلم الرصاص، هاي سطر. اش كتسطر الشريف؟ والله هذيك. واش دابا البناي فاش كيجي يبني الدار ها كيجي ويبقى يطراس يرسم؟ راه كيخصو واحد التصميم تيصوبوا ليه انجينيور مهندس وفي حسابات وفي روينه، ماشي كيجي ويطوي يدخل طول وعرض. اذا حتى انت بغيتي ترسم واحد الاعمده ولا منحنى ولا خصك تهندس لهم. واول حاجه هو بعدا تعرف باش غادي تمشي وباش تعرف الخط شحال غادي يطلع، واش كافيك هاد الصفحه، واش نص صفحه، واش ربع صفحه، ما تزربش. اذا اول خطوه خصنا نديروها هي شنو هي؟ السلم. جيد، اول خطوه هي تحديد السلم. وفي هذا السلم بالنسبه للمنحنى تخصك تحدد السلم الافقي زائد العمودي، يعني السلم باش غادي تمشي في السنوات والسلم باش غادي تمشي في دوك القيام اللي عندك بجوج. بالنسبه للاعمده غادي تختار غير السلم العمودي ديال داك الخط اللي تيكون طويل هكا واقف، خط الواقف ترسم ليه ديالو، تحدد ليه القيم ديالو. هاد التحتاني ما عندك غرض فيه، وحنا غادي نديرو نطبقو باش تعرفو، حنا غادي نديرو تطبيقات. المهم اول خطوه هي السلم. ثاني خطوه من بعد تحديد السلم هي رسم محورين و تدريجهما ولا تدريجهما، وخاصك كدرج غير الاورتوب بالنسبه للعام بالنسبه للاعمده والافصول والاورتوب بالنسبه للمنحنى وتدريجهما. ثالث خطوه تمثيل المعطيات. ورابع خطوه وضع عناصر المبيع. هاد العناصر راه كاين اللي كيضرب تمارين عياو وكفتا اللي كطر عليها نقطه ولا نقطه ونص. شنو هي العناصر؟ هي العنوان، هي المفتاح، هي المقياس، هي المصدر، هي الاطار. هادو هما العناصر. اذا هادو خصك ديرهم حلقه في ودنك، تبقى تديهم معاك ديما. الحاجه الاولى تحدد السلم اللي هو المقياس، الحاجه الثانيه ترسم جوج ديال المحاور وتدرجهم، الحاجه الثالثه تمثل المعطيات، والحاجه الرابعه تحط عناصر المبيع. هاد الوريقه عقلوا عليها، حفظوها، ديروا دبروا راسكم، لان خصكم تلتزموا بهاد العناصر. صافي التزموا بها. وندوزو دابا للتطبيق. هانتي غادي تشوفي الاوفصول والارتوب، لا تزربوش، ها حنا غادي نمشيو بالتطبيق. هادو هما الخطوات باش تنجز. وندوزو للتطبيق على بركة الله. ارنا داك الجدول اسيدي. اول غادي نبداو بهذا الجدول هذا. هذا قلنا الانسب ليه هو الاعمده، وراه طلبوا لنا نحول الجدول الى مبيان بالاعمده. اشنو غادي نديرو دابا؟ يلا قولي شنو غادي نديرو الاولى. يلا 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 شنو غادي نديرو دابا؟ اول حاجه يلا عاودوا بسرعه 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 بسرعه، تلقونا تلقونا باش ما بقاش الوقت. يلا 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 اول حاجه. وهذا اللايف ميت يعني الناس ما بقوش كاع مسوقين لي لايف، ما بقوش كيحضروا، ما بقاوش كتلقى شي واحد كيخربق عليكم، وكتلقى راه الناس غاديين حاضرين تخربيق الخاوي. كاين اللي كنشوفو انا كيرقع طارق اللايف وهي كيرقع ويدخل ويخرج في الهضره وكيعطيكم معلومات خاطئه 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 جدا جدا، والناس غادي. وكاين الناس اللي كانوا معانا في العروض الخاصه مساخت الوالدين شي وحدين مطورين دخلوا معانا عامين وما كيدخل ويشارك معاك وكيخلص الفلوس وكيتصنت معاك ياخذ الدروس سرقهم وعاود خذ الدروس من بعد العام الجاي وبقى غادي حتى تمرن على الخدمه وناض حتى هو قال لك يدير لي لايف استاذ واخا. المهم هو تيرقع شي حاجه عنده ما بيهاش ولا زوينه ما بيهاش، وشي امور اخرى كيرقع فيها يعني، والناس غاديين تما طالق عليهم لي لايف رسميا نهار على نهار وغادي القضيه
المهم باش يد واحد يعرف شنو يختار ويعرف مع من يتبع. الحمد لله الويب دابا وهاد الوسائل التواصل عامره، اساتذه عامره الحمد لله ناس، ولكن حرفت اول حاولت عرفت اشنو كتنتقي. ماشي غير اللي كيهضر لك بزاف ولا كذا، راه ممكن نوصل لك بواحد الطريقه ولا كذا، ولكن راه فرق ما بين استاذ وواحد غير تلقاه على عباد الله. المهم ما علينا، اول حاجه خصك ديرها هو تحديد السلم. ممتاز ممتاز. وبارطاجيو هاد اللايف شويه لان يلا. اذا اول حاجه هو تحديد السلم، تحديد السلم. وبطبيعه الحال هنا عندنا هذا غادي نمثلوه بالاعمده. اذا السلم شنو هو السلم اللي قلت لكم تحددوا؟ يلا باش نشوفوا شادين معايا ولا لا. وحده شاهده شاهد من اهليها ولا من اهلي امات الله كثروا تلاقيت بهم وصفطوا لي البي دي اف ديالك وفيه الاسم ديالك هو سميتو واحد اخر. هي بزاف بزاف اللي خداو عندي البي دي اف وخداو داكشي اللي سميتو وبقاو كي تيفرقوهم وداكشي باش هاد لي بي دي اف جداد. واخا تعيا تحضي واخا تعيا بنادم فهمت كيسرق مسخوط اللي مسخوط الوالدين بقى يسرق وماشي مشكل ياخذ عندك البي دي اف. ماشي عيب يقري، ماشي عيب الواحد يخدم ويعاون راسو ويخدم على راسو وكذا، غير ما خصو يكون اهل انه يخدم واهل انه يقري. اما راه ماشي عيب تقول بلاد ما تقريش ولا لا ولا حتى حنا كنا تلامذ ولينا طلبه ومن بعد استاذ ولكن العيب هو ان الواحد ما يكونش متمكن من ديك الماده واللي يكون ضابط ديك الامور ديالو ويكون هي كيعطي عباد الله معلومات خاطئه وكيضحك عليهم. اما ماشي عيب الخدمه. اذا اول هنا كيخصك تحدد المقياس السلم العمودي. برافو ممتاز. اذا السلم اللي خصنا هنا هو السلم العمودي. شنو هو السلم العمودي؟ انتبهوا معايا. كيكون عندنا واحد كاين اللي كيقول لك شنو هو الافصول باش تفهمي شنو هو الافصول. هو هذا تيكون عندك واحد المعلم بحال هكا، هذا كيتسمى الافصول وهذا كيتسمى الاورثو بلغه الرياضيات يعني الاكس والايكريك. ها وتيكونوا مدر هكا مقسم على حسب المقياس. وهذا ما تنقسموش في حالات الاعمده، في المنحنى كيخصو حتى هذا يتقسم ولكن في الاعمده ما تيتقسمش. في الاعمده ما تيتقسم غير هذا اللي كيتدرج. اذا انت ملي تبغي تحدد المبيان بالاعمده خصك تحدد لنا مقياس باش تمشي من الصفر وتمشي بنفس العبار حتى توصل لاكبر رقم عندك. هذا هو المبيان بالاعمده. في هذه الحاله بغيتي تحدد المقياس، شنو غادي دير؟ راكم شادين معايا؟ الا كنتو شادين معايا لحد الان وغادي معايا مزيان طابيو. دابا عرفنا المبيان المناسب كيفاش نختاروه، قلنا ثلاثه المبيان اللي تنخدموا بها المنحنى والاعمده والقطاعي اللي هو دائره وليس دائره. عرفنا فوقاش نختاروا كل واحد فيهم، عرفنا الخطوات اللي ضروري نتبعوها في الانجاز، ودزنا للتطبيق. واش راكم غاديين معايا في الخط ولا لا؟ مزيان غادي معايا في الخط. دابا بغينا نبداو بالخطوه الاولى، التطبيق هو نحددو السلم. وحنا قلنا كنمثلو المبيان بالاعمده، اذا خصنا نختارو السلم العمودي. هنا شنو غادي ندير انا باش نختار السلم؟ كنشوفو اكبر رقم في الجدول لان غادي نمثلو كاملين. هادو كاملين غادي يتمثلو في هاد الجهه، وهاد الدول غادي يكونوا لتحت، يعني الدول غادي يكونوا من هاد الجهه وهاد القيم هنا غادي يكونوا من هاد الجهه مرتبين. مزيان صافي. هنا ملي كتبغي تختار المبيان عندك جوج طرق تحديد السلم، عندك جوج ديال طرق. شنو هما طرق التحديد؟ طرق تحديد بالنسبه للسلم كاين الطريقه الاولى الملاحظه، وكاين الطريقه الثانيه الحساب. كيمكن لك المقياس غير تشوف وتحددو. مزيان. إذا ما فهمتيش أنا راه رجعي لبداية اللايف، ماشي تحضر حتى التالي ديال اللايف ولا النص فيه
وتقول لي استاذ ما فهمتش. الا ما فهمتيش رجعي للبدايه وشوفي اللايف، ولا كنتي ما فهمتيش نعاود لك، ماشي عيب. اذا جوج طرق، انتبهوا معايا. عن طريق الملاحظه، مثلا هنا كتلاحظ اكبر رقم في الجدول، شوف كتشوف اكبر رقم في الجدول مثلا هو 2590. خصك انت شنو كيعني خصك انت المقياس تنتقل من الصفر حتى ل 2500 مثلا، ولا 2590، وخصك تمشي بنفس التدريجات وتضرب حسابك الميبيان ما يجيش كبير بزاف. مثلا هنا 2590 شحال باش تمشي انت بلا حساب غير بالعين ديالك باش تنتقل من الصفر وتمشي بنفس الدرجات، مثلا 0 50 ولا 0 100 200 300 ولا 0 200 400 600 ولا 0 1000 2000 3000، شحال باش تمشي من الصفر وكتبقى طالع؟ شنو تختار باش تنتقل من الصفر ل 2500 وتمشي بنفس الحساب؟ فرانسيس ورده قال 100، زيدوا اش قلت نتوما؟ لا احنا غادي نمشيو بسنتيم ماشي نص سنتيم، غادي نمشيو بسنتيم. سنتيم الاول مثلا كتقابلو 100 ولا 1000 ولا شحال، السنتيم الثاني وانت غادي كاين اللي قال 100 100 100 بز قليله 100. الناس اللي اختاروا 100 كاين اللي اختار 1000، كيتحسب بيديك بلا ما ترسم. اللي اختار 100 غادي يبقى يقول 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300، يعني كل واحد طويته في يديه هو سنتيم. ها السنتيم الاول 100، السنتيم الثاني 200، السنتيم الثالث 300، السنتيم الرابع 400، السنتيم الخامس 500، السنتيم السادس 600. يعني باش نوصل ل 2590 خصني 26 سنتيم. عرفتي شنو هي 26 سنتيم؟ هي الورقه كامله وما تكفيكش، يعني 100 قليله. ام محمد قالت 1000، الا درتي ام محمد 1000 غادي ديري بيديك 1000 سنتيم، 2000 السنتيم الثاني، 3000 السنتيم الثالث، انت عندك 2590 يعني غادي توقفي في 3000، 3 سنتيم قليله. رشيد قال 200، الا مشينا ب 200 غادي نحسبوا 200 400 600، يعني كل صباع هنا طويتو بسنتيم 200 400 600، غادي باش نوصل ل 2500 خصني 13 سنتيم، 13 سنتيم مقبوله. مريم قالت 300 مقبول مزيانه، يعني خصك تحاول داك الميبيان ما يكونش كبير وما يكونش صغير، في حدود 10 سنتيم، زيد عليها شويه ولا ناقص شويه ماشي مشكل. كوثر قالت 500، غادي ديري 500، اللي قالوا 500 مزيان يديروا بصبعهم 500، 1000 1500 2000 2500، جاتنا 5 سنتيم. محمد قال 400، ممكن نديروا 400 غادي تجينا فيه 7 سنتيم. هذا بالملاحظه. دابا كنقول لكم الى قدرتوا تلاحظوا وتختاروا مقياس مناسب يكون افضل، ما قدرتوش تلاحظوا ها شنو غادي ديروا؟ هذه بالملاحظه، واضح بالملاحظه طبيو ان. ممكن عاود مثلا نجي ونقول لك هنا اكبر رقم في الجدول هو 500، بالملاحظه تقدر تمشي ب 100، تقدر تمشي ب 50 وانت هكذا. هذا بالملاحظه، فهمتوا شنو يعني شنو هي الملاحظه؟ غير كتشوف وكتحاول تختار واحد الرقم يكون زوين مقاد وتمشي عليه، ما يكونش صغير الميبيان وما يكونش كبير. هذه بالملاحظه. وإلا حفات لك وما قدرتيش تلاحظ وما بان لك شيء، شنو غادي دير؟ تمشي للحساب. شنو الحساب؟ ندوزو كيفاش بالحساب. بالحساب كدير بالحساب، يعني المقياس بالحساب، شنو غادي دير؟ اكبر رقم مقسوم على 10. سيرنا الجدول، اكبر رقم شنو هو؟ اكبر رقم 2590. انا عندي اكبر رقم هو 2590.6، غادي نقسمو على 10. شنو هو؟ حيت تخسر واحد الرقم تقسمو على 10، زيح الفاصله لقدام. دائما اي رقم قسمتي على 10 هاد الفاصله اللي عندك ولا واقف دير فاصله، سواء كان الفاصله ولا ما كانش فاصله زيد لي الاخر، بحال كتختزل بالصفر كتولي كيساوي هذا، ولا ما عرفتيش تختزل دير الحل آلة حاسبه، ما كاينش نبقاو حنا نحمقوا راسنا. الا ما عرفتيش دير الآلة حاسبه، هي 259.6. بطبيعه الحال هاد 259.6 ماشي بها غادي تمشي، لان غادي تعذبك. ما غاديش تمشي هنا 259.6 وتعاود دير هنايا 518.12 وانت غادي، لا. اما طلع لاسهل رقم، هذا كيعطيك الرقم التقريبي،
هذا كيعطيك واحد الرقم باش تمشي، بحال دابا اللي قالوا قبيله 100 259 بعيده على 100، اللي قالوا 1000 259 بعيده على 1000، يعني هذا كيعطيك واحد فين كتلعب. كيمكن لك تطلع هنا اللي قريبه له 259 قريبه له 300، هذا رقم زوين قريب له، ولا تعود ل 250 ولا تهبط ل 200، هادوك ارقام كيحوموا ولا يحيطون 259. بطبيعه الحال كيخصك تختار شي رقم اللي يكون زوين وسهل في الحساب، 250 او لا 300 او لا 200، ما تقولش 260 او لا 255، تمشي بواحد الرقم اللي يكون زوين. وهاد العشرة كاين اللي يقول لي فين جبتها وستاد، هاد العشرة منين جبتها؟ افترضت انا بان العلو ديال الميديان هو 10 سنتيم، يعني من صفر حتى لهنا 10 سنتيم، هادشي علاش قسمت على 10. الا ما بغيتش تقسم على 10 قسم على 5، قسم على 8، قسم على 9، قسم على ما بغيت. انا افترضت بان الميديان غادي ندير في العلو ديالو 10، هذيك هي فين جات 10، مفهوم؟ من بعد ما كتحدد هادي كدوز ترسم. شنو كدير؟ كتاخذ ورقه ديالك قلم الرصاص وكترسم محور ديال الارتوب واوفصول وكتمثل فيه 10 سنتيم ديالك، ولا كتمثل فيه داكشي اللي بغيتي تمشي على حساب باش بغيتي تمشي. ها مثلا 300 بغيتي تمشي ب 300، ها 600 مثلا، ها 900، ها 1200، وحنا غاديين 1500، 1800، 2100، 2400، 2700 مثلا. وكنعاود الرسم هنايا، هنا ما كندرش شي، ما عندي غرض هنا لان هذا الميبيان بالاعمده. ومن الاحسن نكتب بقلم الرصاص، علاش؟ لان ممكن يوقع لي واحد الخطا كنلقى باش نمسح، هذا هو المهم في قلم الرصاص. وكتحط 300، ما عندك غرض بهاد الارقام دابا، كتسوق لهمش، كتسوقش هاد الارقام، كتمشي بالمقياس. شنو هو المعنى ديال المقياس؟ داكشي اللي اختاريتي تمشي عليه. اخترت انا سنتيم 300، نمشي ب 300، 600، 900، 1200، 1500، 1800، 2100، 2400، 2700. وكان سد ندير الفليش هنا ونكتب هنا مثلا المبادلة، داكشي اللي كنهضر عليه كان ما كنهضر عليه، كنهضر الصادرات الواردات بمليار دولار، الصادرات الواردات بمليار دولار، ولا ندير المبادلات بمليار دولار. صافي، اذا داكشي اللي اختاريت في المقياس، انا قلت هنا تالي وصلت حيت لقيت هذا الرقم، مشيت ب 300، اختاريت انا 1 سنتيم كتقابلو 300 مليار دولار، ومشيت طبقتها، بقيت غادي السنتيم الاول 300، 600، 900، 1200، وانا غادي. وما كاين اللي كيجي يحط هاد الارقام، هادو ما كنحطهمش، ما عندي غرض فيهم، حيت نبغي نبدلهم نقلب على، راه 1400 نقلب عليها فين جات هنا، بغيت 600 نقلب عليها فين جات، بغيت 209 نقلب عليها فين جات، مفهوم؟ ها؟ وبطبيعة الحال صفر، هذا بديت بالصفر انا وانا غادي، من الاحسن نبدا بالصفر، صفر وانا غادي. واش مفهوم لحد هنا؟ ومن بعد كندوزو للتمثيل، غادي نبدا بالرقم الاول 1430، شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نحدد 1430 ديالي فين جات، ها المسطرة ديالي، و تيخصني نحاول نحدد داكشي بشكل دقيق، إلا كان شي زكلتي شوية معليش، ولكن نحاول نحدد داكشي بشكل دقيق. هادي 1200، أنا بغيت 1430، من 1200 ل 1500 كاين سنتيم، هنا هذا سنتيم، كيمثل سنتيم هو 300، يعني 3 د المليم فاصلة شوية هي 100، لأن السنتيم فيه 10 د المليم، سنتيم هانتا، كل سنتيم فيه 10 د المليم، يعني هاد واحد سنتيم كتقابلها 300، يعني المليم شحال فيه، شحال غادي تجيه؟ يمكن لي نقسم ديك 300 على 10، غادي تجي 30 في المليم، يعني كل مليم غادي تجي فيه 30. أنا بغيت 1400، يعني ها 1200، 1، 2، 3، ها المليم اللو ها 1300، 1، 2، 3، ها 1400، ها المليم ديال 30، 1430، غادي تجيني هنا. يعني تتحاول يكون داكشي دقيق، هو هذا كيكون، وكتحاول دير نص سنتيم د العرض، نص، ماشي سنتيم كامل، غير نص.
علاش؟ حيت يمكن يكون عندك معطيات كبيره وما تكفيكش البلاصه. نص سنتيم من العرض بركه في كل عمود، كاين اللي كيجي وكيبقى سنتيم سنتيم، فاش كيجي التالي ما كيدخل في الهامش. نص سنتيم بارك الله يعطيك الخير، ما تكثرش. هانت نص سنتيم الاول، هذا شنو كيمثل؟ نعطيه شنو كيمثل من الاول، نعطيه حسابه باش ما يتلفليش. شنو هو حسابه؟ كيخصك يكون عندك قدمات ملونه وتلون هنايا باش نربحوا الوقت. هذا شنو مثلت انا؟ مثلت الصادرات ديال الولايات المتحده الامريكيه وعطيتها الخضر. قلت لي نمشي للمفتاح باش ما نتقول بشاي وننساها، وندير في المفتاح هنا ما غادي ننسى والو باش ما ننساش انا. انت من الاول حط امورك مقاده، وهذاك الشيء اللي مثلتيه باش ما يتخلفوا وتخلفولكش، وكتب لنا شنو هذا. هذا اللي عطيتيه، هذا هو الصادرات. مزيان، ساليتي الصادرات وعاود دوز لحداها الواردات. الواردات عندها 2405، 2405. سير 2405 قلب عليها، فين جات؟ هنايا 2405. انت ها 2000، ها 405، واحد شويه فوق هاهي. مزيان، وكطلع هذا لاصق، يكون واحد الاول لاصق في الثاني، يعني الصادرات هي اللي كدير الاعمده، كل الاول لاصق في الثاني. وكاد نص سنتيم، دائما كنحتفظوا بنفس السنتيم ديال الارض، نص سنتيم. انت وكنعطيو حتى هو واحد اللوين بطبيعه الحال، ونمشي نكتبوه في المفتاح. داكشي اللي درنا له كيف ما درنا الصادرات باش ما ننساوهاش، نكتبوه حتى هو في المفتاح هنايا ديالنا. ها وكيمثلنا هذا الواردات اسيدي، وكتكتب الواردات، وكتكتب تحتهم اشنو مثلت. كتب مثلنا دابا الولايات المتحده الامريكيه، كاين اللي كيخلي هادو تحت تينسى، حتى تيبين يكتبهم تينساهم ولا تيتلفوا له. كل حاجه حطها في بلاصتها فوقتها. الولايات المتحده الامريكيه بطبيعه الحال كاين اللي كيجيو كيكتب لي هنايا الولايات المتحده الامريكيه، الورقه كيعمر الورقه وكيجي داكشي مخرمز. اذا اما نكتبوها مايله هكا الولايات واو ميم الف، او لا تكتب الولايات المتحده الامريكيه. ما شدتليش لي سباس، كتجي مقاده هناني الله. ثم كندوز للثانيه، الثانيه عندي هي الصين. كي كندير لها تنخلي واحد نص مربع ولا مربع هنا، وندوز نمثل الصين عاوتاني. غادي نختار الصين عندي مثلا فيها 2590، كنقلب على فين جات 2590. ها 2590 غادي تجيني هنا. ها وكنرسم العمود ديالي ديال 2590 هكا، 2500 ديما نص سنتيم نفس العرض، وكنعطيه نفس اللون. الصادرات دائما كتحتفظ بنفس اللون، وكنعاود نمثل جنبو الواردات ديالها، وكنبقى غادي هكا حتى كنسالي. فاش كنسالي كيخرج لي المبيان بهذا الشكل باش ما نضيعش الوقت. بقيت غادي درت الصين عاوتاني جنبو، ها هو هذا مثل الصادرات، وعطيتها نفس اللون الخضر بحال اللي عطيت الاولى، وديت الواردات كحل. ثم عاوتاني دزت اليابان الصادرات الواردات، ثم خليت فراغ نفس الفراغ مشيت لفرنسا ديت الصادرات لاصقه في الواردات، ثم خليت نفس الفراغ وديت البرازيل الصادرات نفس مع الواردات. ما نسيت شيء، عمرت هنا الدوال هذا الفليش، وعمرت هنا قيمه المبادلات، وحطت العناصر اللي قلت لكم خصنا ما نساوهاش. شنو هي العناصر اللي قلت لكم ما كننساوش؟ هي هانت هادو، كنحط نعقل عليهم العنوان ما ننساش، راه نقدر ننسى العنوان يطير لي واحد نص، ها العنوان تيكون الفوق. مزيان، المفتاح ها هو هذا، الصادرات الواردات. مزيان، المقياس درت انا المقياس 1 سنتيم كتقابلو 300 مليار، حطيته لتحت. المصدر هو مناش خد المصدر، شكون هو كيقول لي استاذ شنو هو المصدر؟ المصدر هو اللي تيكون تحت الجدول، مناش خديت المعطيات. هذا هو المصدر، هذا هو المصدر، يكون بالعربيه ولا بالفرنسي ولا بالانجلي ولا بالشلحه ولا باش ما كان، كتبوا تحت في الاطار ولا خارج الاطار. واطار كدير واحد الكويدر باش يبان داكشي زوين. ها انت ملي كتسالي المصحح كيجي وكيعطيك ثلاثه النقطات كامله مكموله، اذا كان مفهوم هذا الاعمده قبيو.
ندوزو بعجاله، نعطيكم فكره على المنحنى باش نوقفوا اللايف ونخليو القطاعي الى حلقه اخرى او حصه اخرى ان شاء الله. والعنوان هو اللي تيكون فوق الجدول، داكشي اللي قالوك تمثلو مثلو، قالوك مثل مثلا قيمه صدرت وردت بعد القوى الاقتصاديه كسبها في الفوق. وعييت بالحضره والله الا عييت بالله، عييت ماشي. دابا ارانا سيدي هاد المنحنى، دابا دوزنا للمنحنى، يلا بسرعة. المنحنى اشنو خصنا نديرو؟ اول حاجة هي المقياس، ديما هي المقياس هناك الله المقياس. بطبيعة الحال فهنا خصنا نحددو الافقي اللي كيكون خاص بالسنوات، لتحت يكون السنوات، لتحت هنا تيكون السنوات وهنا تيكون القيم، والعمودي اللي تيكون خاص بدوك القيم اللي عندنا. مزيان، دابا حتى هي نحاولو نحددو المقياس قداش هما قدرتو، قداش هما قدرتو انكم تحددوا غير بالملاحظه يكون افضل احسن من الحساب. قداش ما قدرتوا تحددوا بالملاحظه يكون افضل، صافي ما افضل. اذا هنا نلاحظوا غادي نبداو، عندنا جوج المقاييس، عندنا واحد غادي نمشيو عليه هنا نحترمو، هذا خصنا نترقو ننتقلوا من الصفر هنا ونمشيو بنفس العبار الاورتو، وفي نفس الوقت خصنا نختاروا مقياس نمشيو هنا للسنوات، وخصنا نحاولوا حيت نبغيو نمثلوا المنحنى ان هذا المحور ما يكونش كبير على هذا، ولا هذا يكون واحد شويه ديال تناسب، ما يكونش هذا مثلا صغير وهذا كبير، ولا يكون واحد شويه ديال المعقول بحال هذا. شو كيجاو زوينين، هذا ما جاش طويل بزاف، وفي نفس الوقت هذا جا واحد شويه ديال التناسب، واخا هو مستطيل ماشي مربع ولكن قبول. خايب هو يكون هذا طويل هكا وهذا يكون صغير هكا، ولا يكون هذا طويل بزاف وهذا قصير، يكون واحد شويه ديال التناسب. بالملاحظه شوف بارك الله فيكم، وهذا هو هاد الدعوات ديالكم وهاد الكلام الطيب ديالكم هو اللي يعني تيقول لك الجزاء والاحسان الى الاحسان. الشيء الكلمه الطيبه في ابتسامته، ماشي غير الكلمه، هي الابتسامه في وجه اخيك صدقه، ماشي عاد كلمه طيبه. اما الكلمه الطيبه راه عرفتي الاثار ديالها كيفاش كيكونوا، تيكون كاين اللي دابا حتى حنا في المثل الدارجي تيقول لك التمر اللي الفم اللي يقول الزمر يقول التمر، تيقولوها يعني الكلمه الزوينه عندها اثر زوين، ودائما الواحد يحاول يسبق الكلام الزوين ما يسبقش الكلام العيب. فالانسان ملي كيهضر معاك بكلام زوين ما كتقدرش ترفض له، واخا هي الا كنتي من الطينه ديال انسان و خلوق ولا باخلاقك راه هي اللي يطلب لك الواحد شي حاجه ما تقدرش ترفضها. داكشي باش الانسان دائما يقول الكلمه الطيبه، والكلام الطيب واخا تعيط تخلص الناس عليه ما تقدرش. دابا هذا الكلام الطيب وهذا الشيء راه هو يعني كي يعوض للتعب والعناء وكل شيء وكل شيء. اذا نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله كاملين، ونعود لنكمل الشرح ديالنا. اذا عندنا هذا الجدول، هذا اول حاجه بداو بالمقياس ديال السنوات شحال باش تمشيو. لاحظ كتشوف شحال باش نمشي هنا، شحال كل سنتيم، واحد سنتيم ولا جوج سنتيم ولا داكشي اللي اختاريتي شحال تعطيه من سنه. بدا بالمقياس ديال السنوات الافقي شحال نعطيوه، مزيان. اذا عندكم لاحظ معايا، عندنا 2001 2002 2003 2004
2005 2006 اذا هما غاديين هنا بسنه غادي نمشي حتى هنا واحد سنتيم نعطيه سنه. غير بالملاحظه هنا واحد سنتيم نعطيه سنه، يعني غادي هما بسنه سنه 6 ديال السنوات غادي تجي هنا 2001، سنتيم التالي 2002، سنتيم الثالث 2003، سنتيم الرابع 2004، سنتيم الخامس 2005، سنتيم السادس 2006 ونسد. علاش؟ حيت جات واضحه، جات زوينه. يقدروا هادو ما يكونوش عندي هكا، ما عندي غرض فيهم. ممكن نلقى هنا مثلا، ممكن نلقى انا 1950 1900 مثلا و50 1960 1970 1977 1987 1997 مثلا. هنا مشاو لنا من 50 ل 97، شحال مثلا نعطيو لكل سنتيم هنا؟ هنا ملي تختار عاوتاني بالملاحظة كتشوف أن عندك من السنة الأولى للثانية واحد 50 سنة، يمكن نديرو مثلا واحد سنتيم لكل 10 سنين، أو لا واحد سنتيم لكل 5 سنين. يمكن لك تمشي مثلا هنا بعشر سنين، دير 1950 1960 1970 1980 1990 2000. هذه الحال مثال اخر، عطيت لكم المثال يعني غير بالملاحظه يمكن لك تسال. لا بزاف، لا حاول ما تمشيش بصفر سنه، تمشي في حاجه منظمه. ملي كتمشي في السنوات اما بعام عامين ربع سنين، ممكن نمشيو بعام، ممكن نمشيو بعامين، شي مره حتى ربع سنين كتقدر تكون مناسبه. غير هي عام عامين 5 سنين 10 سنين 20 100 عام، تيكون شي حاجه منظمه في الحساب، ما كتعذبنيش من الاحسن. اذا حنا باش من عطيتكم المثال، اذا حنا اخترنا هنا دابا في هذه الحاله ديالنا اخترنا واحد سنتيم اعطيناه سنه. برافو ديالكم، هذا المقياس الافقي. ندوزو دابا للعمودي، واحد سنتيم شحال نعطيوه؟ لاحظوا اكبر رقم في الجدول هو 515. شحال باش تمشي؟ شحال باش تمشي؟ 515 هو اكبر رقم في الجدول، شحال باش تمشي؟ يلا كوثر قالت 100، زيدوا شنو قلتو نتوما؟ يمكن لكم اما عن طريق الملاحظه ولا الطريقه الثانيه ديال الحساب، نتوما احرار. محمد قال 50، وسناء قالت 100، أم مروة قالت 100، وهدى قالت 100، نعيمة قالت 100، زيد السي رشيد قال 100، مريومة قالت 100، أم مروان قالت 50. إذا بجوج صحاح، هو اللي دار الحساب غادي يقسم 515 على 10 غادي تعطيه 51.5، غادي يمشي ب 50. اللي دار بالحساب غادي تجي 50 هي الحساب، علاش؟ الا غادي يدير 10 هاد العدد. اللي دار بالملاحظه بغير ب 100، دار بالملاحظه قال 100 200 300 400 500 600، لان غادي يوقف 515 مزيان، بجوجهم مزيانين، مول ال 100 صحيح ومول ال 50 صحيح ومول ال 60 صحيح. قال لي المهم المبيان ما يجيش صغير. شوف حنا من الشروط كيلعب فايت في الامتحان، بقاو عليا استاذ واش نمشيو ب 50، واش نمشيو ب 40، واش مشيت انا ب 400، مشيت انا ب 80، مشيت انا استاذ واش صحيح. حتى شحال ديال الاسئله وصلوني في الصفحه ديال الفيس الواتساب باين على شحال باش نمشي. اسيدي قلت لهم شوف سير باش بغيت. الشرط اللي خصو يكون في الميبيان ما يكونش ميبيان صغير، يجي هكا في العلو ديالو قد هكا مثلا، هذا هو العلو ديال جوج سنتيم ولا ثلاثه، ولا يجي كبير الورقه ما تكفيش. وباش ما مشيتي مزيان، لان الا كان صغيور ولا كبير ما غاديش يعاوننا في القراءه وما غاديش يكون جميل. ومن الشروط اللي كيخصنا تكون في المبيان الجماليه والتنظيم والدقه في الانجاز. الا ما كانوا هاد الشروط، واخا يكون كبير شويه فيه 15 سنتيم او 8 سنتيم او 7 سنتيم او 12 مقبول، المهم هو يكون سهل في القراءه وباين. اذا هنا باش يكون واحد التناسب، لان غادي تنا 6 سنتيم في التحت، ندير حتى هنا 100 باش تجيني 6 سنتيم في الفوق، وغادي ندوز للانجاز ديالو.
كناخذ المسطر ديالي بطبيعه الحال هكا ونمثل. ومن الاحسن يكون احسن حاجه باش تمثلو هو المثلث. علاش؟ كيحترم داك التعامد. اولا تجيب سنتيم الاول هنا وهنا، ها انت المسطره فيها سنتيم هنا، ها الخط ديالو والسنتيم الخط ديالو، كنجيبها مقاده هكا باش كتحقق لي داك التعامد. ملي كيتحقق داك التعامد ما تيبقاش المسطره كيجيك الخطوط مايلين، كيجيو مقادين. اذا ها السنتيم الاول، ها السنتيم الثاني، السنتيم الثالث، السنتيم الرابع، السنتيم الخامس، السنتيم السادس. وقفنا هنا. ثم في هاد الجهه عاوتاني عندي ها السنه الاولى، ها السنه الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه، ها الخامسه، ها السادسه. وقفنا ودرج هاد الشيء، درج 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 درج. وكتب لنا هنا سيدي ديك الارقام اللي عندك، 100 مشيتي ب 100، 200، 300، 400، 500، 600. الا بقى طويل هذا الخط مساح. هادشي علاش نقولوا الواحد يرسم بقاله من الرصاص، يتخطا كتلقى تمسح، ماشي تبقى تعلف جنة داكشي بلونكو تسخن الورقه بالبلونكو، كتجي موسخه بداك البلونكو، ما يمكنش المصحيح داك النقطه كامله. السنوات ما يمكنش نكتبوهم قادين هكا واقفين، غادي يجي شي داخل مع شي. الا ما لقيناش كيف ندير لهم نكتبوهم باينين. عندنا 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006. وبطبيعه الحال ما ننساش هاد الفليش شنو كيمثل، نكسبها نعمر هذا ما نخليش خاوي، ونعمر هنا حتى هذا كيهضر على المبادلات، المبادلات الفرنسيه بمليار دولار. وكدوز للتمثيل ديالك، عندنا الرقم الاول هو 295، غادي نقلبوا عليها. ها 200، ها 300، 295 قربت 300 يعني. ها بطبيعة الحال ما بين مليم كيمثل 10، مليم هو 10 لان غادي بال 100، يعني مليم هو 10. ها 295، غادي نمشي قدام هاد السنة هنا بطبيعة الحال ونشوف فين جات ديك النقطة ديالي هنا، ونديرها مقادة ها النقطة الأولى ديالي. وإلا ما عرفتيش يمكنك دير هكا الخطوط هكا، ونقطة ديال التقاطع هادي مع هادي كدير النقطة الأولى ديالك. ثم عندي الثانية ما كتمثلش هادي، كتمشي مع الصادرات حتى يتسالاو. دابا شي بحال الأعمدة، الصادرات تمشي معاهم حتى يتسالاو باش ديرهم في خط واحد، والواردات في خط واحد. 295، ثم من بعدها 307، من بعدها 307، 300 غادي تجي هنا يعني من فوق 300 شوية. يمكن لنا نديرو عاوتاني ديك العملية ديال التعامد هنا بطبيعة الحال، يمكن نديرو نقاط التقاطع، وفين غادي تجي النقطة ديال التقاطع نمثلوها هنايا غادي تجي. ثم عندي من بعدها 362، غادي نشوف ها 310، 20، 30، 40، 50، 60، 300 عندي و 62 هنايا. كندير ديك النقطة ديال التقاطع بطبيعة الحال هنا، خطوطي خفاف خفاف هكا، وندير النقطة فين تلاقات هادي مع هادي هنا. ثم عندي من بعدها 421، ها 400، ها 20 و 21 جات هنا. كندير حتى كندير عاوتاني دوك النقاط ديالي باش ما يتلفليش هادشي، باش يعني تكون داكشي مضبوط 100%، او لا على الاقل واحد كدا 90 ولا 90%، حتى الا ما كانش 100% يكون قريب للاخر. ثم عندي 439، ها 410، 20، 30، ها 40، ها 39 هنا. غادي تجي فوق هاد النقطة اللي رسمت دابا شوية، قلم الرصاص قداش هما كان منجور، قداش هما كيعاونك في الخدمة مزيان، خصوصا إذا كانوا الأرقام متقاربة جدا. ثم عندي 484، 484، ها 450، 60، 70، 80، 84، غادي تجي هنا، هنا، وغادي ندير النقطة ديال التقاطع ديالهم، هكا. هنا هاد الارقام، هاد الخطوط التاليه بغيت تمسحهم هكا،
كتمسحهم باش ما يخليوش داكشي مكرفس، وتحت التويت ديرهم يكونوا خفاف ما يكونوش ثقالين بزاف باش ما توسخش الورقه، فين باش كتضبط بيهم. وفاش كتجي تربط كتربط بواسطه خط باليد، ماشي خط بيديك كترسم، ها كترسمهم بخط بيديك كتربط بين النقاط بواسطه خط ماشي بالمسطره، باليد هكا. وكي خصك تمشي للمفتاح وداك الخط اللي درتي تكتب اش كيمثل، كيمثل هذا الصادر حت. وكتعاود دوز الخط حداه ديال الواردات، وفاش كتساري كدير العناصر ديال الميال، وفاش ساريتو انا خرج لنا بحال هذا الشكل هكا. هذا درنا ليه الصادره تعطينا هذا اللوين كحل، ثم الواردات عاود ثاني درنا نقيطات نقيطات عطينا هذا اللوين، كتبنا المفتاح ديالنا هنا، كتبنا العنوان هو المبادره التجاريه الفرنسيه بمليار دولار الفوق، كتبنا المصدر اللي كاين تحت الجدول، عمرنا هاد البلايصه الفليش هذا وهذا، ودينا المقياس. المقياس عندنا جوج طرق باش نحن نكتبوه، اما نديرو واحد سنتيم كتقابلو مثلا واحد سنه هذا، ثم واحد سنتيم كتقابلو 100 مليار دولار نكتبوه، اولا الرسم. انا رسمت واحد سنتيم وكتبت تعني هذا تعني سنه، ورسمت واحد سنتيم وهذا كيعني 100 مليار، ودرت له واحد الكويضر باش كيجي زوين بحال هكا. ناضي كناضي. وبهذا غادي نكونوا سالينا التطبيقات ديال المبيانات، جوج انواع المبيانات المنحنى والاعمده، كيفيه الاختيار ديالهم، خطوات الانجاز، ودرنا تطبيقات عليهم. وبقى لكم غير القطاعي، غادي نديروا جوج تطبيقات عاوتاني، تطبيق ديال القطاعي اذا كانوا ارقام مطلقه، والقطاعي الا كانوا ارقام مئويه. وبهذا وتكونوا ساليتوا الخدمه ديال المبيانات، ما بقاش عندكم مشكل فيها. طبيعة الحال هادشي دابا يبان لكم ساهل فهمتو، ولكن الحاجة باش كنضبطوها مزيان وما نلقاوش فيها مشكل فاش كنعاودو نديرو تطبيقات، نديرو التطبيقات. باقي لكم هادو القرار اللي حطيتها لكم في الصفحة ديال الفريق الأدبي، رجعوا شوفوها ها، وخدموا هاد التطبيق الثالث هذا، وزيدوا شوفوا جداول في الامتحانات وتمرسوا عليهم وتمرنوا عليهم باش إن شاء الله ما يبقاش عندكم المشكل في المبيانات. لا شكرا على وجهي اختي ورضا، بارك الله فيكم، امته الله، اللهم امين يا رب العالمين، يا رب امين يا رب امين. شكرا لكم جميعا. اذا الحمد لله مزيان انكم فهمتوا، ياك فهمتوا بطبيعة الحال. هشام الأسئلة ديال المرفقة ديال المبيان خصهم حصة تحليل المبيانات، كيفاش نوصفو، كيفاش نقارنو، كيفاش نصنفو، كيفاش نفسرو، هادي خصها شي حصة باش نخدموها على خاطرنا. امات الله، والمادة راه غير نتوما كتاخذوا عليها ديك الفكره وديك النظره التشاؤميه وصافي، هما راه غير نبسطوها شويه تبقى تجيكم سهله. امين يا رب العالمين. اذا لا شكر على واجب، بارك الله فيكم، الله يسهل لكم الامور والله يوفقكم، وتهلاو في راسكم، وموعدنا ان شاء الله في حصه مقبله الاسبوع المقبل ان شاء الله، ولا الاسبوع المقبل كاينه عطله من بعدها ان شاء الله. اذا تهلاو في راسكم والى الملتقى.